يا محمد هاني ويشتت. اوه اتخطفت. حسام عادل، حسام عادل مشوار، حسام انفراد، انفراد، جون 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 من الاول قلنا عليه حسام عادل، فرويد حسام عادل، حسام عادل الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 56 من عمر المباراه. يا نهار ابيض، الاخطاء بتولد اهداف، الاخطاء بتولد اهداف، وهي بالفعل حسام عادل من الشوط الاول قلت لحضراتكم البيبان. فرود، فرود كويس، قادر ان هو يحط نفسه في حته كويسه، قدر ان هو يضغط من خطا دفاع المواليد العرب، خدها وراح من نص الملعب انفراد لا يسال عنه تماما تماما مروان عبد العزيز.